هل كان النادي الاهلي يستحق الخساره؟ نعم، كان النادي الاهلي يستحق الخساره في هذه المباراه، وكلنا عارفين وكلنا كجمهور النادي الاهلي مقدرين هذا الموضوع وعارفين كويس جدا جدا ان مش هو ده محمد مجدي قفشه، وانا هقول بالاسماء لان هؤلاء اللاعبين لما جمهور النادي الاهلي طلعهم لسابع سماء وكانوا يستحقوا، هؤلاء اللاعبين اللي موتوا نفسهم خلال الفتره السابقه قبل مباراه امبارح، قبل مباراه امبارح حتى مع خسارتنا للدوري، اللعيبه دي كانت مموته نفسها، كانت مموته نفسها في كل شيء مموته، وكنت بشوف حاجات الحقيقه من اللعيبه دي اقول لهم يا جماعه اهدوا شويه في بعض الامور الخاصه، يعني اهدوا شويه ما تتمرنوش جامد قوي علشان الاجهاد وتوالي المباريات والكلام ده كله. ولكن امبارح اداء لا يعني ما يعجبش جمهور النادي الاهلي خالص، مش هو ده الاداء. وبالمناسبه ما فعلته اداره كره القدم كابتن محمود الخطيب بخصم 300,000 جنيه لكل لاعب مش عشان احنا اتغلبنا خالص، بالمناسبه الفريق ده ونفس اللعيبه باستثناء 5-6 خسر الدوري واتعمل له حفله. اتعمل لهم حفله ليه؟ لان كان هناك او كان معروف ان هناك ضغط شديد جدا على كل هؤلاء اللاعبين علشان في النهايه قدر ياخد 5 بطولات من 6 بطولات وتالت عالم. فلا، من حقك ان انا اعمل لك حفله، ومن حقك ان انا ابسط جمهورك وجمهورك يشوفك وانت بتحتفل، وده حصل على الموسم السابق. ولكن بهذا الاداء وبهذا الشكل اللي احنا شفناه امبارح كلنا زعلانين وكلنا متضايقين، وكل واحد اهلاوي، كل واحد اهلاوي اهلاوي من جواه عارف ان مش ده محمد مجدي قفشه، مش ده محمد شريف، مش ده علي معلول، مش ده اكرم توفيق، مش ده ياسر ابراهيم، مش ده ايمن اشرف، مش ده السوليه، مش ده حمدي فتحي، مش ده طاهر محمد طاهر، مش ده حسين الشحات. الوحيد اللي كان او الوحيد اللي جمهور النادي الاهلي شايف ان هو ادى ما عليه، وانا هنا بتكلم بنبض الجمهور، انا هنا بتكلم بنبض الجمهور، الوحيد اللي جمهور النادي الاهلي شايف ان هو عمل اللي عليه هو محمد الشناوي. فاللي انا بقوله ده هو ليس تبرير لاي شيء، انا قلت لحضراتكم اهو ان كلنا غير راضيين تماما على خساره امبارح، او بلاش الخساره لان الخساره دي ممكن تبقى كويس جدا وتخسر، ولكن امبارح انت تستحق الخساره من فريق محترم له مدير فني محترم. و يعني انا اسف ان انا هرجع شويه برضو لورا، من يومين ثلاثه كان معايا احمد ثابت وكريم سعيد واتكلمنا على الاخطاء التي وقع فيها النادي الاهلي في مبارياته امام طلائع الجيش، منها مباراته الاخيره امام طلائع الجيش اللي انتهت بالتعادل السلبي. اول خطا او يعني اللي انا فاكره دلوقتي وانا بتكلم مع حضراتكم ايه، احمد ثابت كنا واقفين هنا، احمد ثابت وكريم قالوا ايه؟ قالوا يا جماعه ان احنا عملنا 44 كوره طويله، وبالتالي مش دي طريقه لعب النادي الاهلي في فريق متكتل وواقف في نص ملعبه. لو حضراتكم اللي بيتابع البيت الكبير هيعرف ان الكلام ده حصل، او ارجع للفيديوهات وشوف. فقالوا كده، عارفين حضرتك احنا عملنا كام كره طويله امبارح؟ 51، اكتر من الماتش بتاع الكاس، اكتر من الماتش بتاع الدوري، انا اسف اللي اتعادلنا فيه. ماشي 120 دقيقه وده 90 دقيقه، ولكن بنفس طريقه اللعب وبنفس الاخطاء التي وقع فيها النادي الاهلي في مباراته امام الدوري هي اللي حصلت امبارح. هي اللي حصلت امبارح. ولكن هنا هحط نقطه، كلنا بنعترف بسوء الاداء امبارح، بالمناسبه كل اللاعبين اللي لعبوا واللي ما لعبوش بيعترفوا بسوء الاداء، وعارفين ان هم قصروا في حق نفسهم وفي حق ناديهم وفي حق جمهورهم قبل نفسهم وقبل ناديهم.